بس في من ناحيه السن راح نبقى في نفس لي كريتير تاع ما فيش يعني حد تاع السن، لي كريتير تاع الاديال ما رايحينش يتبدلوا، راح نبقى في نفس لي كريتير تاع اديال ان ولا اديال دو نفسها اديال طروا. نظن انه الفرق الوحيد هو انه يعني قيمه السكن بالك فيه تغيير، لانه نشوف انه يعني المرحله الاخيره فيه في المرحله هذه فيه ارتفاع بالنسبه لقيمه المواد اللي تدخل في بناء السكنات، وناخذ بعين الاعتبار يعني المدخول للمواطنين. معالي الوزير.